شيخ جابر، صفة في أي مقدم في موجود هنا في البرنامج تكرهها؟ تكرهها؟ إيه؟ إبراهيم السويد. أوف. طيب نوجه السؤال. لا لا خلاص صحة صفة. أسلم أسلم. صراحة يعني تبغاني أقول معك صريح؟ إيه خلاص. هو وحيد إبراهيم السويد ولا مع ناس ثانيين؟ لا في يعني في ناس ثانية. كم واحد؟ عرفني كم منهم وكم واحد؟ ثلاثة؟ إلا في الإدارة. عندنا إبراهيم السويلم. إيه. وبس إبراهيم السويلم بعضهم في عندهم نقاط، بس إبراهيم السويلم عنده نقطة معينة لو يحلها تكون أموره عسل. حلو، عطنا عطنا. إبراهيم السويلم عسل وإنسان فلة وناسه وضحك وكل شيء. نعم نعم. ولكن مشكلة نعم نعم أن لما أنت لما يسألك سؤال يفهي عنك بعيد، ولما تسأله سؤال يفهي عنك بعيد. فاحنا طبعا ماخذنا مني من السعودي. وشو شو عد كلامك؟ عد كلامك يعني يعني غيب يعني يشهد عنا بعيد. الحين قاعد تكلمني وانا مغيب. أيوة. لاني الحين قلت ابراهيم السويلم، لو ما قلت ابراهيم السويلم كنت انت بعيد عني، ما تعرف ايش اقول. لا بس قولها الله، انا بقول حاجه. بعض الاحيان واحيان انا اكون مفهي في مع متسابق وانت تخش علي، فهمت؟ لا ابو سويلم يا لا ماني بحولك، فهمت؟ انا فهمت. فذلك تلقاني مفهي مع اللي جنبك. او بعض الاحيان بعض الاحيان تشوف مثلا واحد قاعد يسولف فحزت سؤال، فادخل هاشتاج ادور. أيوة. سؤال سريع. هذا نقطه مهمه جدا. انت اعلم بالاعلام مني، انا انسان تولي داخل على الاعلام، ولكن انا لا شوف وجهه نظري. لا اعطيك وجهه نظري. طالما تتكلم فالجمهور معك والكاميرات معك. اوكي. لا معك ولا معك؟ لا لا. من اللي سالني السؤال؟ سالني الجمهور ولا سالني ابراهيم؟ سالني ابراهيم صح. خليني اعطيك انا اعطيك وجهه نظري، قد تكون قابله للخطا. طيب خلاني اسال. قد تكون قابله للخطا وقد تكون قابله للصواب. لا هذه كنت شمار. نعم نعم. اوكي. قد تكون قابله للخطا وقد تكون قابله للصواب. فلذلك يا ابراهيم لا صراحه كلمه حظ يعني. يا رب عينك. انت انسان ممتاز جدا، ولكن السؤال اذا سالتني يجب انك تستمع لي. انا صح انت سالتني وفي عندي كاميرات وفي عندي مشاهدين يشاهدوني، ولكن ولكن لا ما انا اعطي وجهه نظر يا حبيبي. اعطي وجهه نظر. اتعلم من محمد. انا اقول له انا لا انا اتعلم منك والله. والله لكن يعني انت لما تسالني سؤال وارد عليك انت وحصلك مفهي، انا غيب في السؤال، غيب في الشيء، غيب في السؤال. خليك كمل بس فيصل. خمس مرات قالوا لي كنترول اذان اذان، بس ما ابغى تقطع عشان اللي قاعد يسبني قاعد يعني من الاذان. انا عليك بسرعه صدق. هذا جابر كمل. جابر كمل كمل. فاقول لك يعني هذه هنا النقطه اللي انا احس شويه يعني اني اسال وافهي. ايوه لازم انت تعطي الشخص. ايوه لا 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 ابغى حاجه. انت المفروض انت دخلت الاعلام المفروض تكون طيب. لا ان شاء الله انك يعني على ما قال ما انك دخلت قنوات لازم تكون شو انت شو المقدمين لما يسال الضيف يحاول يدور سؤال ثاني جديد، فهمت؟ يرتب سؤال يا بسرعه. باقي مناره، باقي ترقه، بسرعه استعجل، باقي اذن. من افضل المقدمين اللي شفتهم جالسين يطبقوا هذا الشيء بدون عن يخلي المتلقي لا مقارن اللي يخلي في المتلقي هي في القناه. أيه؟ في مقدم عندنا لما يسالك سؤال هاني العنزي يسالك سؤال وانت تجاوبه. بس هاني العنزي ابغى حاجه. هاني العنزي بغض النظر عن الاشياء اللي الناس ذاك يقولوا، بس ابغى حاجه. هاني العنزي فقرته لا 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 لا, لا, لا ولكن هو يبحث في التغريدات. لا لا فقرته مع المتسابقين، بس احنا فقرتنا تعتمد على الطبخ ومع الجمهور، فهمت علي؟ طيب. فانا معي اربع متسابقين، هاني يدخل مع متسابق واحد يساله ياخذ يعطي معه، فذلك مركز كل تركيزي عليه، فهمت علي؟ انا اربعه معي لازم اسالك واروح لواحد ثاني ادور له تغريده ثانيه واروح اللي بعده، فهمت؟ فمتشتت فلا تلومني. أنا الكاميرا معك والجمهور معك كلهم معك، فهمت؟ في حال انك تكلمت في المطبخ كل الكاميرات موجهه عليك. طح 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 طح. بس النقطه اللي انا اقصدها يا ابو ابراهيم مثل ما قلت لك الاشياء الايجابيه كثيره والاشياء السلبيه بسيطه، بس انا اركز عشان الاشياء السلبيه. بس الاشياء السلبيه ان مثلا لما تسالني وانا اجاوبك وانت تكون مركز معي انا اقدر اجاوبك بشكل مريح، لكن لما تكون انت مفهم الاسم بس بقول لك حاجه. بقول حاجه تعطي السؤال وتلقي. بس بقول لك حاجه هاني عنزي اول حاجه فقرته حواريه، برنامج حواري. انا تكلمني عن رياليتي برنامج تيك شو، فهمت؟ انا عندي هنا عندي هنا رياليتي رياليتي طابخ. هلا فالواحد طبيعي يكون فاهي مع واحد او فاهي بال فهمت يعني لاهي مع الحوار. بس الشخص بيجاوبك. انا لما سالتك كيف بجاوبك؟ انت في حال اني سالتك خلاص وجه كلامك للجمهور، انك كلنا قاعد نقدم للجمهور. لا انت ما قاعد تقدم. لا احيانا تسالني سؤال مثلا هالسؤال جاب من هو اسوء مذيع او ايش قلت انت سؤال؟ في سؤال مثلا احد يسال جاب صفه 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 ما تحبها صفه في احد المذيعين وما تحبها ايش هي؟ فلما تسالني سؤال وانا بجاوبك زين وانت جالس كذا وتركز كذا انا اصلا بضيع. لا لازم السائل اني ارد عليه. ابغى حاجه. مش برنامج حواري. مش برنامج حواري عشان اركز معك، هذا برنامج رياليتي. انت سوالف مع الكاميرا. لا بس في حوار. اي انا احاور معك، اعطيتك سؤال، فهمت علي؟ هه.
فهو هذا ممزوج بين التسليه والمعلومه والترفيه والطبخ صح؟ فهمت؟ هذا كله موجود والهاشتاج والريلتي فهمت؟ اتمنى وصلت الفكره عندك وصلت الفكره وصلت واصله وانا اعطيك وجهه نظري وجهه نظري انا تكون خاطئه كلام اليوم كلام اليوم حواري بحت فهمت انت علي؟ اعلامي افهم مني وانا اتعلم منك هاني يا انا اتعلم منك والله شوف انا هاني لو جيبه هنا ضاع رغم الاشياء رغم الاشياء والله لو جيبه المطبخ ضاع والله اقول لك جيدي مسجد الكراسي جيبوا كراسي حمر يعطونا فيزا يا ربي يا ربي كراسي حمر اقول لك هاني رغم على الاقل جبت كنبات شيء حلو اقول لك رغم الاشياء من هاني وكذا ولكن انا اشوف هاني من افضل المقدمين اللي موجودين معنا هو وتركه يا رب بعينك الله يوفقك يا رب بعينك الله يوفقك هذه وجهه نظر قد غادي اقول لك هاني من بعد ها هاني من بعد بعدين تركي الله يوفقك يا حبيب قلبي والله طيب. تركي ما شاء الله عليك عشان الاذان نطلع الاذان ونرجع لك بعد الصلاه ونسولف معكم.